السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم مشاهدين الكرام، وحييكم بها على الهواء مباشرة أينما كنتم داخل وخارج الوطن إلى هذه الجولة الجديدة من برنامج حديث الصحافة، الذي نستعرض لكم فيه أبرز عناوين الصحافة المحلية والمواقع الإلكترونية، وكذلك بعض مقالات الكتاب الصحفيين والمحللين السياسيين التي نقولها لكم من مواقع التواصل الاجتماعي، ومقالات الرأي نقولها لكم من المواقع الإلكترونية الإخبارية. ومشاهدين الكرام، نبدأ هذه الجولة بأبرز ما جاء بعناوين من المواقع الإلكترونية الإخبارية، ونبدأها لكم بالمصدر أونلاين. المصدر أونلاين: وزير الخارجية: لن نقبل بنقل جرحى لا نعرف هويتهم على متن طائرة وفد الحوثيين. رئيس هيئة الأركان يرأس اجتماعا عسكريا في عدن بقيادات الجيش. نزوح جماعي للسكان مع اقتراب المعارك باتجاه كيلو 16 بالحديدة. مقتل 2 من قيادات الحوثيين برتبة لواء في غارات لمقاتلات الأباتشي في الحديدة. مربرس: التحالف يوجع الميليشيا في معقلها، شحنة أسلحة ضخمة ومقرا رئيسيا في خبركان. اللجنة الاقتصادية تعلن انتهاء مهمتها لإنقاذ الريال وتبشر بتعافيه. هجوم جديد للميليشيا يستهدف المياه الدولية. مستجدات جنيف: مارتن يعلن السبت تعليق المفاوضات لأجل غير مسمى بعد انتهاء مهلة اليماني دون دلائل على وصول وفد الإنقلابيين. العقيلي يطلع علي محسن الأحمر على نتائج مهمته في عدن. التغيير نت: بندغر: غريف الطلبة هدنة والمناصب ليست طموحنا. الشرعية تتهم الحوثيين بعدم الجدية وتهدد بمغادرة جنيف. اليماني: لن ننتظر الحوثيين إلى ما لا نهاية في جنيف. الصحوة نت: العديني: رئاسية تعز تستعيد الدولة في وجدان الناس بقدر ما تستعيد مباني وشوارع. بهجوم مباغت: الجيش الوطني يحرر مواقع جديدة في جبهة باقم بمحافظة صعدة. تعز: وقفة احتجاجية تطالب بمعالجات جادة وعاجلة لإنقاذ العملة. الحديدة: قوات الجيش تسيطر ناريا على كيلو 16 وتقطع خطوط إمداد الميليشيا. الجابر: الحوثي يراوغ وأولوياته إيران وحزب الله. الإصلاح يدعو لسرعة اتخاذ تدابير لإنقاذ اقتصاد البلاد ويطالب بتفعيل مؤسسات الدولة. وكالة سبأ: رئيس الوزراء يطلع على مستجدات الأوضاع بمحافظة الضالع. الجيش الوطني يحرر مواقع هامة في مديرية خب والشعف بالجوف. وزارة الأوقاف تكرم القائمين على خدمة حجاج اليمن. ألوية العمالقة تحرر عددا من قرى مديرية الدريهمي. العاصمة أونلاين: حزب الإصلاح يدعو لسرعة إنقاذ اقتصاد البلاد وتفعيل مؤسسات الدولة. ميليشيا الحوثي تنشر مخابراتها بشوارع صنعاء على هيئة محتلين عقليا. الجيش يحرر مواقع مهمة شمال الجوف وخسائر فادحة في صفوف الميليشيا. رئيس أركان الجيش: اقتربنا من النصر وغدا نجتمع في العاصمة صنعاء. الحكومة تحمل الإنقلابيين مسؤولية عرقلة مشاورات جنيف. بندار يؤكد أن أعمال التظاهرات والعصيان تعيق أداء الحكومة في المناطق المحررة. يمن مونيتور: بندار: عملية السلام في اليمن معقدة والحوثيون لا يفهمون غير القوة. مغالطات وشروط الحوثيين قبل المشاورات تعود مجددا. الحكومة اليمنية تتهم أطرافا باستغلال الاحتجاجات الشعبية ضد انهيار العملة. محافظ حضرموت: سنوقف تصدير النفط إذا لم تعالج الحكومة وقف انهيار العملة. سبتمبر نت: الوفد الحكومي يحمل ميليشيا الحوثي مسؤولية عرقلة انعقاد مشاورات جنيف. قوات الجيش الوطني تحرر مواقع هامة في خب والشعف بالجوف. نائب الرئيس يهاتف رئيس الأركان ويطلع على مستجدات الجبهات. الفريق المقدشي يعزي المستشار العسكري والأمني لبلادنا لدى الأمم المتحدة في وفاة شقيقه. إذن كانت هذه مشاهدينا الكرام أبرز عناوين المواقع الإلكترونية الإخبارية، والآن إلى المواقع والصحف العربية والعالمية، وليكم أبرز ما جاء فيها من عناوين، ونبدأها لكم بالوطن السعودية. الوطن السعودية: صمت أممي عن 189 صاروخا استهدفت السعودية. التحالف: مناورة الحوثي في المفاوضات تشبه النظام الإيراني. الشرعية: ندرس عدم التمديد للفريق الأممي. الشرق الأوسط: الحوثيون يراوغون وجنيف تنتظرهم. بندغر للشرق الأوسط: غريف الطلبة هدنة والمناصب ليست طموحنا. العربية نت: الجيش اليمني يعثر على مخزن أسلحة في باقم بصعدة. غريفيث يرجح عدم حضور وفد الحوثيين لمشاورات جنيف. مصرع قيادي حوثي كبير و16 آخرين بقصف للتحالف بالحديدة.
إذن مشاهدينا الكرام، كانت هذه أبرز عناوين المواقع الإلكترونية والصحف العربية والعالمية. والآن إلى مقالة الرأي والتحليل، والتي نبدأها بمقال لناصر مطر، والذي تحدث برسالة مفتوحة إلى الدكتور فهد الشليمي، يوضح فيه موقف الإصلاح من الأزمة الحالية في اليمن وبعض الشكوك وبعض المواقف الغامضة التي لا يدركها من هو قريب من صناع القرار. نتابع المقال. الأخ فهد الشليمي، أخي في العروبة والإسلام، الموضوع إيضاح ونصيحة إليك وإلى من يهمه الأمر. تابعت مقاطع كثيرة لك من بداية الأزمة اليمنية، وجدت في نبرتها الصدق والحماس والنخوة العربية والإسلامية الأصيلة وحبك لليمن وأهلها. وساءني جدا بعض مقاطعك، وخصوصا الأخير منها حول اتهامك للإصلاح أنه من يحرض على التحالف في الجنوب، رغم أني لا أعبر عن الإصلاح ولا أدافع عنه، ولي منه مواقف وطنية داخلية كل من يتابعني يعرفها، لكن واجب البيان والنصح من باب معرفتي للواقع اليمني عن قرب، ربما أكثر منك بحكم أني أحد أبنائه وقريب وصديق لكثير من قيادات الأحزاب ومراكز صنع القرار فيه، ومطلع على كثير من جوانب الأزمة اليمنية ومشكلاتها والحلول الممكنة والمناسبة لها. أود أن أوجه لك ولكل الأخوة المحللين والصحفيين الخليجيين المهتمين والمتابعين مشكورين للشأن اليمني الإيضاحات التالية كواجب أقوي للبيان وضرورة التوضيح فيما أعتقده بشكل شخصي لخطورة المرحلة التي تمر بها منطقتنا العربية والخليجية بشكل خاص. وأود من خلال هذه الرسالة إيصال ما يلي براءة للذمة وتقديم الإيضاح والنصيحة في وقتها. أولاً، إيضاحات طبيعة حزب الإصلاح. حزب الإصلاح ليس حزب أديولوجي كما تعتقد أخي، أو كما وصلكم أو وصل بعض مراكز صنع القرار في دول الخليج من زمن من خلال تقارير نظام علي صالح السابق بغرض الكيد السياسي للاستمرار في الحكم منفردا، رغم عدم استفادته من فرص التعاون مع الخليج واتخاذه أي علي صالح سابقا سياسات منفردة مع دول الخليج أبرزها موقفه من أزمة الخليج، بينما كان موقف حزب الإصلاح حينها واضحا ضد تدخل العراق في الكويت. وإليك أخي الكريم الأدلة التالية التي تثبت أن الإصلاح ليس حزبا أديولوجي أو مراوغ كما تدعي. 1- الإصلاح خليط مجتمعي من مشايخ القبائل، كان رئيسه الشيخ عبد الله أحد أبرز من ربطتهم علاقة بالمملكة، بل كان وسيط إصلاح العلاقات بين المملكة وحكم علي صالح حين توترها، ولم يعيش الشيخ عبد الله في مصر، بل كان يتنقل طوال حياته بين اليمن والمملكة باستضافة الملوك المتتابعين للمملكة، حتى أنه اتهم بالعمالة للسعودية إلى آخره. وخليط من العلماء أبرزهم الشيخ عبد المجيد الزنداني عاش سنوات طويلة من عمره في المملكة، بل كانت ملاذه الوحيد في كثير من أزمات الصراع في اليمن، وكثير من العلماء أصحاب القرار والرأي بالحزب الذين تخرجوا من جامعات المملكة، حتى كانت التهمة الغالبة على الإصلاح لسنوات طويلة أنه وهابي، واستمرت التهمة عشرات السنين ولم يتهم أحد الإصلاح أنه إخواني، كما روجت لذلك تقارير صالح بغرض الكيد السياسي ليتفرد بعلاقته بالخليج ولمعرفته حساسية تفكير صناع القرار بالخليج والعالم. 2- الإصلاح حزب يمني سياسي، مواقفه واضحة وطبيعته الفسيولوجية منطلقة من طبيعة المجتمع تتسم بالصراحة والوضوح باعتباره خليط من المجتمع اليمني قبائل وعلماء وتجار وسياسيين وأصل العرب المتسم بالشهامة والصدق والصراحة، ولو أن له موقف آخر لقاله بصراحة، فمنتسبيه وقياداته مشايخ أو علماء أو سياسيين وغيرهم لا يخافون من أحد أصلا، وقدموا آلاف الشهداء والجرحى لصد المشروع الإيراني بالمنطقة ولم يخافوا منه، رغم أنهم يعرفون أنه مدعوم دوليا. فاليمني بطبعه صريح واضح لا يخاف أحد، فكيف بحزب كالإصلاح؟ فلسفته ممتدة من أبي الأحرار الزبيري ورفيقه الشيخ عبد الله الذي تولى رئاسة الحزب حتى مات، فهو حزب لا يخشى ولا يخاف أحد، ولو يريد اتخاذ موقف مغاير لاتخذه دون خوف، ولهللت ولكبرت قوى إقليمية ودولية سواء التي تظهر أنها مع التحالف أو غيرها من القوى الدولية، واحتضنته بكل فرح وسرور، لأنك تعرف أن هدفها ابتزاز المنطقة، ولو يريد الإصلاح لكان أفضل أداة لابتزاز المنطقة لما يملكه من ثقل شعبي واجتماعي وسياسي، لكنه فضل حماية ظهر المملكة والخليج والحرمين ولم يستجب للإغراءات الإقليمية والدولية التي قدمت له ولا تزال، رغم ما يتحمله من تشويه حتى اللحظة من المتحالف معهم، رغم أنه يسكب دمه بجوار دمائهم وبنسبة ربما 100 إلى 1، ومع ذلك لا يمن ولا يتعالى ويكتم غيظه من حملات التشويه، وإن كان من وزارات معه لو صح أنها 8 كما تقول فهي لا تتوازى عدالة وتضحية مع تضحياته مقارنة بالأحزاب الأخرى ولا بنسبة حتى النصف.
وكان من العدالة والإنصاف والعدل أساس الحكم أن يأخذ ما لا يقل عن الثلثين من الحقائب الوزارية، وأن يكون رئيس الوزراء أحد أعضائه. لو قارنا الأحقية في الحكومة بحجم التضحيات مقارنة بالأحزاب الأخرى المنطوية تحت الشرعية، ولك أن تسأل أي وزير عن أي حزب آخر عن حجم تضحيات الإصلاح وحجم لديه من مناصب، وسيخبرك الخبر اليقين، لكنه أثر التراضي مع كل الأحزاب والمكونات وجعل المناصب آخر تفكيره. 3. كل أدبيات ومواقف وبيانات الإصلاح تؤكد أنه حزب سياسي أصلاً، لأن اليمن غير مصر. ببساطة، اليمن دستورها إسلامي محض، وكل الأحزاب الموجودة أحزاب إسلامية تحتكم للدستور، فالصراع بين الأحزاب صراع سياسي ومصالح بامتياز، ولا علاقة له بأي صراع ديني، لأنك قد تجد عضو مؤتمري في البرلمان يقوم الليل ويصوم الاثنين والخميس، بل وفي الاشتراكي والناصري. فحال الأحزاب في اليمن مختلفة عن بقية دول الربيع العربي الذي لديكم حساسية منه، والدليل يا غالي أنت وإخوانك المحللين في الخليج أن اليمن كانت تشهد حراك سياسي لتغيير حكم علي صالح من قبل 2011، ما سمي باللقاء المشترك بكل أحزاب المعارضة والحراك السلمي الجنوبي منذ 2006، وما حصل في 2011 أن أحزاب المعارضة بما فيها الإصلاح استثمروا واستوعبوا التيار الشعبي المتأثر بالأحداث في المنطقة حتى لا يخرج عن مساره السلمي كما حصل في سوريا وليبيا ومصر. والدليل قبول أحزاب المعارضة للمبادرة الخليجية وتأييدهم لها بجميع بنودها، والتي أبقت نصف الحكم على المؤتمر الحاكم حينها، حتى رئاسة اليمن للنائب وهو نائب المؤتمر أصلاً، رغم اعتراض الشارع اليمني حينها وخصوصاً الحوثيين الذين تحسسوا من المبادرة الخليجية كونها خليجية، ولعداوتهم التاريخية مع المملكة والوهابية حد زعمهم. بينما حزب الإصلاح امتص غضب الشارع وقبل المبادرة وأيدها وباركها، رغم أنه لم يحصل سوى على 4 مقاعد وزارية، رغم أنه أكبر أحزاب المعارضة حينها. الآن مشاهدينا الكرام إلى مواقع التواصل الاجتماعي التي نبدأها لكم بالفيسبوك، وهذا مقال لجهاد أهدى الذي تحدث عن نقض ميليشيا الحوثي الانقلابية لكل العهود والمواثيق. قلنا لهم مرارا وتكرارا، ميليشيات الحوثي الإرهابية لا عهد لهم ولا ميثاق، ومراوغاتهم هي لأجل إنقاذ أنفسهم فقط، وأحرقوا ورقة السلام الأخيرة وأفشلوا جهود السلام ودمروا آمال الشعب اليمني والمجتمع اليمني بصوت واحد يطالب فورا بمغادرة وفد الحكومة الشرعية من جنيف، وعدم الجلوس لأي سبب احتراما للشعب اليمني الباحث عن السلام ولسيادة الشرعية اليمنية. وفهد الفهد أيضا له مقال على صفحته بالفيسبوك تحدث عن ميليشيا الحوثي الانقلابية التي تناست كل المآسي ومعاناة أبناء الشعب اليمني لتبحث لابتزاز المجتمع الدولي لتحقيق مصالحها الصغيرة. المفروض أن آلية مغادرة ووصول وفد الميليشيات الحوثية إلى جنيف قد تم بحثها والتوافق عليها خلال لقاءات قيادة الميليشيا مع المبعوث الأممي قبل إعلان موعد المشاورات، ولكن الميليشيات الحوثية نسيت وتعامت عن كل معاناة الشعب اليمني ومآسيهم، وبحثت عن الفرصة في ابتزاز المجتمع الدولي لتحقيق مصالحها الصغيرة في نقل وتهريب عدد من قياداتها وخبراء إيرانيين ولبنانيين بذريعة نقل الجرحى كشرط أساسي لمشاركتهم في مشاورات، لطالما تغنوا بدعواتهم ومناشداتهم لإقامتها، بالرغم من نجاح وساطات أممية سابقة في فتح مطار صنعاء أمام الرحلات العلاجية للعاصمة المصرية القاهرة بواقع رحلتين شهريا. إذن فما الداعي لعرقلة المشاورات وتفويت فرصة فتح مسار للسلام من أجل شرط لا يرقى حتى لأن يكون ثانوي في ملف المشاورات؟ وما الهدف الحقيقي من هذا التعنت الحوثي الأرعن؟ وما هو موقف المجتمع الدولي من هذا التعنت الساعي لإفشال كل جهود الأمم المتحدة لإقامة جنيف 3؟ الأستاذ خالد الرويشان أيضا تحدث عن ميليشيا الحوثي الانقلابية وتواطؤ المبعوث الأممي مع تلك الميليشيات في مقال له نشره على صفحته بالفيسبوك، نتابع ما كتب. في ريسبشن الفندق: ما يزال منتظرا لوفد الحوثيين، كنا نظنك أذكى من سابقيك يا غريفيث وأكثر حنكة وتجربة، اليمن تغرق وتموت وأنت تضع يدك على خدك في انتظار الأوهام، تكرار خطأ سابقيك ملاحقة الأوهام، صارح العالم وصارع الانقلابيين أو قدم استقالتك فورا، عرفناك وخبرناك، لن ننتظر سنين حتى تكتشف غبائك وتعلن فشلك كما فعل سابقك، الشعب لن ينتظر يا غريفيث لأنه سيكون قد مات وشبع موت، فاض بنا وفاض بالبلاد يا بائع الأوهام.
والأستاذ صلاح الدين حمزة نشر أيضا على صفحته بالفيسبوك متحدثا عن بيان حزب التجمع اليمني للإصلاح لإنقاذ الوضع الاقتصادي وإنقاذ الريال اليمني. في بيان للإصلاح حول المستجدات في الساحة الوطنية، الإصلاح يطالب بعودة الحكومة وقادة الدولة وبتعاون ودعم التحالف العربي لممارسة مهامهم من الأراضي اليمنية والالتحام بالشعب وملامسة همومه عن قرب لاستعادة الثقة وتحقيق الفعالية وتقديم نموذج إيجابي للشرعية من المحافظات المحررة. والدكتور محمد جميح أيضا نشر مقال على صفحته بالفيسبوك متحدثا عن ميليشيا الحوثي الانقلابي التي تعتبر نفسها اليمن ولن ترضخ لأي قوانين تفرضها وأي قانون ربما يسعى إليه أبناء الشعب اليمني بحكم الدستور وغيرها، ولا تعبه بكل تلك القوانين ولن تسلم أي شيء من السلطة إلا بقوة السلاح كما ذكر في المقال. قلنا لكم لو سلم الحوثي مسدسا واحدا منذ حربه الأولى على اليمنيين في 2004 فسيسلم الصواريخ البالستية لحكومة يكون جزءا منها. هو لا يريد أن يكون جزءا، هو يريد الكل، الكل ولا غير، لأنه يعتقد أن اليمن حقه كما نقل عنه الدكتور أحمد عوض بن مبارك. أعلن الحوثي موافقته على الذهاب إلى جنيف وشكل وفدا تفاوضيا وأعطي الترخيص لطائرة تابعة للأمم المتحدة لنقل وفده، والأمم المتحدة على علم بذلك. وفي آخر لحظة من يوم أمس قال الكاذبون أن التحالف لم يعطي ترخيصا للطائرة، ورغم عرض التحالف الترخيص المعطى للطائرة على شاشة التلفزة إلا أن الحوثي أصر على النغمة، قال نريد طائرة عمانية، قال إنه لا يثق بطائرات الأمم المتحدة، وقال إنه يريد ضمانات أن يعود وفده من جنيف، وكأن أعضاء وفده الأول لم يعودوا، وكأن عارف الزوكا لم يعد إلى صنعاء ليقتلوه فيما بعد. أما محمد عبد السلام وبعض الموجودين في مسقط فلم يمنعهم أحد من العودة مع من عاد، لكنهم أثروا البقاء هناك لأغراض في نفس آل يعقوب. ما عرف الكهنة ماذا يقولون، عادوا وقالوا لدينا جرحى نريدهم أن يخرجوا، وربطوا الجرحى بالطائرة العمانية، الأمر الذي بعث على الشك حول طبيعة هؤلاء الجرحى. وأخيرا طلع علينا محمد الحوثي داعيا إلى عقد المشاورات عند مهدي المشاط في صنعاء. عادة الحوثي أن يدهش المبعوثين الدوليين بمعسول كلامه في اللقاءات الأولى، وعادته أن ينقض كلامه عند المحكات. بالطبع سيأتي أحد المحايدين جدا ودعاة السلام من ذوي القلوب الرهيفة ليتباكى على المدنيين الذين يعانون جراء الحرب دون أن يحمل الحوثي مسؤولية إفشال محادثات السلام. لا تتبع الكذاب لحد باب بيته، لأن الكذاب لم يخرج من البيت أصلا، وإذا كان الكذاب يكذب منذ أكثر من 41 سنة وأنتم لازلتم تصدقونه فالعيب فيكم وليس في الكاذبين. إذا نختم هذه الجولة مشاهدينا الكرام بما كتبه علي صلاح أحمد متحدثا عن أشرف المعارك. أشرف المعارك بمعايير العصر وأدواته، تكاد الحياة تشكل ساحة زمنية مكانية عظمى تدور عليها رحى معارك حامية الوطيس في نواحي الحياة كافة. أشرف المعارك معركة الوعي وتنمية المدارك، إصحاح العقول، النأي بها عن الترهات، تحصينها من الابتزاز ومؤثرات وسائل القمع الفكري والنفسي. وعي الإنسان هو سلاحه الأمضى في كل معارك الحياة، اخسر ما خسرت من مقومات الوجود ستظل الرابح إن لم تخسر وعيك. مشاهدينا الكرام انتهت هذه الجولة من برنامج حديث الصحافة، شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.